الساعة تشير إلى 42 دقيقة. مازلتوا معنا في آخر لحظات متاع مر عالم التكنولوجيا. باش نختموا بحاجة باهية، باش نختموا بقصة نجاح. شخصيا سعيدة جدا وقت اللي اكتشفتها في مواقع التواصل الاجتماعي. هو شاب ماهوش ديبلومي، ما عندوش ديبلوم، بين ظفرين عنده إعاقة خفيفة، ونجح في أنه يطور تطبيقة تكنولوجية سماها إيدي فيدك. لقات تقريبا بوز كبير في الفيسبوك، الناس الكل قاعدة تحكي عليها. أول واحد حطها في ستور من أول النجاحات اللي جاتنا من البروجي متاع إمداف تونيزيا، تعرفوا البرنامج اللي امتد على مختلف الولايات متاع الجمهورية، واللي توا قاعدين في تقريبا الخاتمة متاع المرحلة الأولى متاعه. سعيدة جدا بأنه نستضيف معنا أيمن المصمودي. مرحبا بك على أمواج إذاعة صفاقس يا أيمن. عسلامة، مرحبا بكم ومرسي على الاستضافة. يعيشك يا أيمن. لو كان تحكي لنا على المشروع، على التطبيقة اللي عملتها إيدي فيدك، فشنو تتمثل؟ إيدي فيدك هي تطبيقة على الهواتف الجوالة. كانت الفكرة متاحة أن نعاونوا العبيد اللي ما ينجموش يوصلوا صوتهم باش يعرفوا غيرهم أنهم محتاجين أي نوع من الإعانة مادية ولا معنوية. التطبيقة هذه هي توصل صوتهم لأي إنسان يستعمل الهواتف الجوالة. بما أنه التوانسة ولد استعمل هواتف الجوالة ولا داخل كوتيم الناس كل يومية بالضبط، ولا داخل في العادات اليومية متاع أي تونسي، هذاك عليه حبينا معناها تكون الفكرة أنه بما أنه يستعمل هاتف الجوال فعلاش ما يستعملش في حاجة تفيد المجتمع. وكيف جاتك الفكرة باش تقوم بها التطبيقة هذه؟ الفكرة أنا حبيت تتمثل فيها ثلاثة نقاط مهمين. أول حاجة هي استراتيجية متاع تونيزين الملك 2020 اللي تبناها وزير التكنولوجيا في نعمان الفهري. ثاني حاجة هي الاستعمال متاع شبكات التواصل الاجتماعي باش تعاون العباد. ثالث حاجة باش نقصوا من الفجوة ما بين العباد اللي تنجم تعاون والعباد اللي محتاجة إعانة، وقربوا ما بيناتهم باش هذا يعرف هذا ويعاون بعضهم بطريقة أسهل. يعني التكنولوجيا وصفتها في السوسيال، في الجانب الاجتماعي. أكيد حبينا احنا بما أننا نحكوا على تونس الرقمية فكانت الفكرة هي رقمنة العمل الخيري. بالضبط. حطيتها للبيع التطبيق متاعك يا أيمن؟ لا، هي الاستعمال متاعها إن شاء الله باش يكون مجاني، ما هيش للبيع. باش تحط على الستور بشكل مجاني. اكسيسيبل للناس كل، أي إنسان عنده سمارت فون ينجم يصبه، عنده يعمل كونت. ينجم يكتشف الحالات اللي ديجا موجودين فيها. بالضبط. وفي نفس الوقت إذا كان هو يعرف شخص محتاج إعانة ينجم بسهولة أنه يزيد ينشر الحالة متاعه، مش العباد تزيد تعرفوا وتعاونوا وتوصلوا بأس. محليها التكنولوجيا وقت اللي تولي بالحق في خدمة الإنسانية، وقت اللي تولي قادرة على أنك توصلك الاحتياجات متاع العباد وتنجم أنت توصلها للناس اللي عندهم بمجرد أنه تسامبلمون أنك تستعمل تطبيقة يعني في هاتف الذكية متاعك، وتولي تنجم تعاون برشا عباد وتحل برشا مشاكل. أيمن، أفاقك المستقبلية شنو يتعمل بعد إيدي فيدك؟ والله أنا أفكر أن يزيد نطور التطبيق هذه. أولا ما تقتصرش على الهواتف متاع الأندرويد، نزيدوا معناها نسخة أخرى للآيفون بما أنه استعمل الآيفون زاد موجود ياسر. وينتخيل بين قوسين الناس اللي تعاون وعندها الإمكانيات عندها لي زايفون، وبالتالي من مصلحتك نزيدوا نكتبوهم معنا. بالضبط، أنك تدرجهم معك على كل. نزيدوا نقرأوا حساب العباد اللي ما عندهاش هواتف جوالة، نعملوا موقع انترنت. اي صحيح. باش إذا كان ما عندوش هواتف جوالة نجم يدخل الموقع يتصفح الحالات، والا هو يزيد حاله يحط الحاله نتاعو. بالضبط. برشا افكار اخرى يطول شرحها. ان شاء الله كل النجاح والتوفيق يا ايمن. سعيده جدا ان معنا ايضا سيد زياد الرويسي من وزاره التكنولوجيا للاتصال والاقتصاد الرقمي، ومسؤول على مشروع ام ديف تونيزيا، هو اللي تقريبا دار علينا الولايات الكل باش يعرف لنا بالمشروع هذا، وكان ضيفنا في عالم التكنولوجيا. سي زياد، مرحبا بك على امواج اذاعه صفاقس. مرحبا بك حنان وبرحمه بالساده المستمعين. يعيشك. لو كان تحكي لنا على النجاحات اللي بديتوا تحققوا فيها من لي زابليكاسيون اللي جاتكم في الام ديف.
والله نحن توا تقريبا في المرحلة الأخيرة اللي هي تطوير التطبيقات عبر الجوال. عندنا اليوم تقريبا 150 تطبيق موجودين على جالكسي اب اللي هو ستور متاع سامسونج. وتتواصل فترة تطوير التطبيقات حتى 15 جوان، ونحن نسعى 1000 تطبيق إن شاء الله على المواقع الإيواء العالمية. في أيمن اللي نحييه بالمناسبة واللي معك على المباشر، هو حقيقة التطبيق متاعه الفكرة هاي لو زاد حتى تقنيا ما كانت سهلة جملة، وسيرتو اللي هو ماهوش اختصاصه عالمية. في أيمن التطبيق متاعه يعني ممتازة سواء في الفكرة ولا في يعني تقنيا، لكن أكثر من هذا هي ماهيش فكرة باش نعملوا الخير كهو. احنا الأوبجيكتيف متاع البروجي اللي شاركوا معنا باش تولي مورد الرزق متاعهم إن شاء الله تطوير التطبيقات عبر الجوال، ونحلوا السوق هذية في تونس، وزادة تكون مفتوحة بالنسبة لهم في مواقع الإيواء العالمية. دونك أيمن صحيح تطبيقته اليوم مجانية، لكن تعرفوا المرشية هذية فما برشا فلوس تجي من الأشهار، فما تطبيقات بالفلوس. إن شاء الله هذه التطبيقة الأولى تاع سي أيمن ويواصل في المجال هذية، باش يكون إن شاء الله الدومين متاع خدمته يكون تطبيقات هذا. والمثال متاع أيمن موجود في برشا ولايات، وأنا فرحان برشا اليوم، فرحان على خاطر الحلم متاعنا والحقيقة اللي نحن الحقيقة برشا راوها صعيبة كيفاش واحد ماهوش من المجال هذا ينجم في ظرف 3 أشهر يولي يصبح قادر على تطوير تطبيقات. اليوم الحلم والحقيقة معنا شكون اللي عامل أنجليزية، معنا اللي يكون عامل معناتها حاجات لتغير. اليوم طور تطبيقته كيما زاد أيمن اللي هو ماهوش متحصل على الشهادة الجامعية، لكن تبارك الله عليه كمل وكمل في وقت قياسي، خاطر هو الأول اللي كان حطها في ستار واللي هو من ولاية زغوان. سي زياد، بعد 15 جوان المرحلة الجايش باش تكون في ام دي في تونيزيا؟ قلت لك بعد انتم توا التطبيقات احنا باش نحطوهم حتى 15 جوان ان شاء الله. بعد 15 جوان المرحلة الجاية شنية في المشروع نتاع ام دي في تونيزيا؟ هو نورمالمون ام دي في يوفى مع تطوير التطبيقات عبر الجوال، لكن في النسخة هذية لي بارتنير نتاعنا باش يواصلوا عاملين انديك تشالنج باش ناخذوا 200 الاولانيين معناتها 200 افضل تطبيقه، ويزيدوا يطوروا تطبيقات اخرين باش نعطيوهم كل واحد بطاقه تكنولوجيه فيها 1000 دينار تساعدهم باش كان باش يشوف دي لوجيسيال وباش يخدموا على الانترنت وباش يدخلوا في شالنج جديد، وباش يختاروا منهم 3 تطبيقات واللي تري باش يكونوا تقريبا في 25000 30000 دينار اللي تسمح لهم باش يحلوا الشركات نتاعهم في المجال هذايا. نحن اليوم طبعا نحبوا يكونوا عندنا دي ستارت اب جدد لترافيرس سو بروجي صحيح، وايمن واللي كيف ايمن نجموا اليوم يلانفستيس في الدومين هذايا، والباهي في الدومين هذايا اللي لانفستيسمون ما حاجتوش بفون كبير اللي بورديناتور يبو فير لافير. بالضبط. أيمن نحب نرجع لك مرة أخرى باش نهنيك على النجاح متاعك لتطبيقة إيدي فيدك. نحب نطلب من كل المستمعين اللي هما تو يتبعوا فينا أنهم يدخلوا للتطبيقة هذه يحاولوا أنهم يستعملوها، أولا باش نكتشفوها، ثانيا باش نوظفوا كما قلت التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، وثالثا زادة كيف تشجيعا لأيمن اللي يستحق كل خير. وبالحق نتمنى لك إن شاء الله مزيد التوفيق، إن شاء الله كما قال سي زياد نلقاوك تبيع في التطبيقة هذه أو في غيرها من التطبيقات، ونلقاو أنه نجحت في أنك ترسم لروحك اسم في العالم نتاع العالم التكنولوجيا، خاصة وأنه كما قلت أنا ماهوش الاختصاص نتاعك البروغراماسيون والإعلامية وغيره، ولكن تطبيقة إيدي فيدك نتخيل أحسن دليل على الكفاءة نتاعك. عايشك ميرسي، وإن شاء الله إن شاء الله نحقق بها حاجة بيها وهي وغيرها ونعملوا أكثر تطبيقات إن شاء الله. يعيشك. سي زياد رويسي مرة أخرى شكرا لك على قبولك دعوتنا في عالم التكنولوجيا. أكيد مازلنا باش نعود ونتلقاو مرات أخرين لأنه نحب نتبعوا معاكم مشروع ام دي في تونيزيا، ونحب مرة نعملوا معاك حلقة على لساكسس ستوريز، قصص النجاح اللي باش تاخذوها من مختلف الولايات اللي قامت بالتطبيقات متاعها. إن شاء الله أنا تحت خدمتكم في كل وقت. جوست سؤال الأيمن عن المباشر. ما حكيناش عنده جمع طلبات في بالي من شركات كبرى الأيمن الخدمة، خايف من الفيسك يا أيمن؟ نعم خايف من الفيسك، ما حبيتش تقولنا المعلومة هذه.
لا انا نخليه سكوب حتى لين تصير حاجه ريال ان شاء الله. ان شاء الله ربي معك، ان شاء الله بالتوفيق. وشكرا لك مره اخرى. شكرا لك سي زياد الرويسي، مسؤول من مشروع ام ديف تونيزيا. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا على حسن المتابعه والانتباه. وصلتوا بكم هكا الى نهايه عالم التكنولوجيا.